بعد في تطبيقات بالحياة تتراوح من الحياة العملية لسائر العلوم في الحياة للمواد اللي أنا بدرسها، وتبدو مواد مجرد جامدة نظريات وبراهين، اللي هي نظرية الرسوم، التحليل الحقيقي، التحليل العقدي، والجبر الخطي. فعادة الطلاب بتذمروا بقولوا نظريات وصعب وكذا، فيا دكتورة يعني بدنا نشوف إشي من الحياة، بدنا نشوف يعني ما إلوش أهمية، والناس نفسها بتقول نفس الشيء. فأنا كلفت كل طالب يعمل مشروع يجيب تطبيق في الحياة العملية في العلوم الأخرى يثبت ويعرف هو شو أهمية الرياضيات، وكلفتهم أنهم يعملوا بوسترات ويعملوا بريزنتيشن بالكلاس، وبالآخر هذا هو حصيلة شغلهم. فهم هلأ صاروا هم مسلحين بالإجابة اللي دائما الناس بتسألها، ليش الرياضيات ليش الرياضيات، صار معهم إجابات كثيرة وعديدة لأنه كل منهم شاف تطبيقات وتطبيقات زملائه. أنا شاركت بهذا المعرض بمشروع عن الرياضيات من تطبيقات الحياة العملية، اللي هو كان عن الرادار وعن أنه كيف الرادار بقدر يلتقط السيارة المسرعة، يعني اللي تجاوزت السرعة المسموح بها لهذا الشارع. معرضنا هو عبارة عن تطبيقات الرياضيات في الحياة العملية، بيحتوي على كثير مشاريع من تطبيقات الحياة العملية، بيحتوي كمان على وسائل تعليمية عندنا، بيحتوي على كمان عندي فقرات للعلماء عن جوائز العلماء، وبحثوا كمان على العلماء القدامى العلماء الجداد كمان. كمان عندنا أكثر من قسم بالمعرض، اللي هو عندنا أول قسم رح يكون عن تطبيقات اللي هي عبارة عن البوسترات اللي شايفينها أنتو، ثاني قسم اللي هو بالوسط رح يكون عن الوسائل التعليمية، وثالث قسم هو عبارة عن العلماء اللي هو رح يكون ملزق على الحيطان.